يا يما لو جاني العيد يما يا يما واني بالبيت الازرق. هاي نيويورك لبنان بيروت نايرة قبيلو مدينة عالفاضي ما. أنا هون ببيت الأزرق رومي صار لي بالحبس 85 سنة. بعرف إنه أكتريتكم هون أخذين أحكام مكتوب فيها لحين الشفاء. ما عجبتنيش لحين الشفاء لأنه وين هامر إيه؟ بالدسم. بالمسرحية مفروض نذكر المرضى النفسية اللي قاعدين تحت. أنتوا اللي بنص دين عذابكم قدرتوا تاخدوا بعض مسافة وعن جد تفكروا بناس تانية محكومين هون وكأنه مؤبد. عم ياخذوا أدوارنا؟ أيوه. مين ياخذ دوري؟ من هنا من هنا. You get me out. You need to breathe. You. عشان بتفكر كده. هلا بنشوف بدي أحرك بدي أحرك. شو اللي بدي أحرك؟ بحكي مثل ما بيحكي؟ أنا كنت ضابط على علاقة نجمة كنت ضيع من ليلة لضحاها بطل في شيء. يا ضيع بيتك. مسعود. عم بيقولوا عنه مجنون. يعني تصور يكون نايم مثلا بيجي واحد بسط المي هو نايم بيطرق بسط المي. عذرا ايها القانون عذرا تقول عني مجنون معتوه وممسوس تنتظرني كي اشفى فهل في كتب القانون يا عجيبه. زوادي اذا حكموك وقالوا لك رح تبقى بالحبس لحين الشفاء وبلكم تفيد بضل